لو انت طالب في اولى ثانوي عام وان شاء الله المفترض هتستلم التابلت، خلي بالك لان في تحذير هام جدا. عايز تعرف ايه هو التحذير وايه هو الامر المهم؟ تابعني في الفيديو ده. ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك، وما تنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان، متابعي قناة مستر احمد علي المصري، يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. الحقيقة الفيديو ده موجه لطلاب الصف الاول الثانوي العام، الناس اللي هي ان شاء الله المفترض هتستلم التابلت، خلي بالك لان في تحذير هام وخطير جدا. لكل ولي امر او طالب في اولى ثانوي، خلي بالك لما حضرتك تدفع ال 100 جنيه في البريد وتاخد الوصل بتاعك وتروح المدرسه عشان تستلم التابلت، ركز بقى في الكلام اللي جاي ده، لان الكلام اللي جاي ده هام جدا. التحذير الاول، خلي بالك لازم يكون السيريال نمبر اللي قدام اسم الطالب في الكشف هو السيريال نمبر اللي على علبه التابلت، ولازم يكون هو السيريال نمبر اللي على الجهاز نفسه. لازم سيادتك تتأكد ان السيريال نمبر في الكشف وعلى علبة التابلت وعلى الجهاز نفسه نفس السيريال نمبر، عشان لا قدر الله ما يحصلش مشكلة، لان السيريال نمبر ده هو اللي هينزل لابنك الامتحان عليه، ولو مختلف في الكشف عن الجهاز يبقى كده هينزل له امتحان تاني، والمشكلة الكبيرة مش دلوقتي، هتبقى كمان في الثانوية العامة. فتأكد ان السيريال نمبر في الثلاث اماكن اللي احنا قلنا عليهم هو نفس السيريال نمبر في الكشف على علبة التابلت على الجهاز نفسه. أما عن التحذير الثاني، الطالب لما يستلم الجهاز لازم يتأكد إن الكاميرا مش شغالة، لا الكاميرا الأمامية ولا الكاميرا الخلفية، وإن البلوتوث كمان ما يكونش شغال، ولا السيم كارت يكون شغال. خلي بالك إن الثلاث حاجات دول لو شغالين لازم ترجع الجهاز فوراً، لأن ده معناه إن الجهاز خارج المنظومة والطالب مش هيبقى ليه امتحان. يعني محدش يعمل بقى مفتح وياخد الجهاز يوديه لحد عشان يشغل له مثلاً الكاميرا أو يشغل له البلوتوث ولا الخط ولا الكلام ده كله، انت كده بتضيع نفسك والجهاز بيخرج من السيستم. فلازم سيادتك تتأكد ان الحاجات دي مش شغالة، لا الكاميرا شغالة الامامية ولا الخلفية، وان البلوتوث ما يكونش شغال، ولا السيم كارد يكون شغال، عشان تتأكد ان طبعا التابلت بتاعك كده مظبوط وداخل المنظومة وينزل لك الامتحان عليه بكل امان. طبعا سيادتك الكلام ده هام جدا، في ناس كتيرة ما تعرفش الموضوع ده. بعد اذن حضرتك عرفت الخير، وصله لغيرك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، لان فعلا ناس كتيرة ما تعرفش هذا الكلام. ربنا يوفقكم دائما وتكونوا من المتفوقين. كان معكم مستر احمد علي، وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.